السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنتكلم معاكم عن لسه هيزرع قمح متأخر. تمام، ده قمح لسه مزروع يا جماعة، لسه يا دوبك منبت. تمام، هتقول لي دلوقتي هل ينفع زراعي القمح؟ ومعاك لحد أول فبراير اللي هو كانون، ما هو كانون الأول وكانون التاني وشباط، يبقى معاك كانون التاني اللي هو يناير اللي احنا فيه ده وشباط، وخلاص بعد كده يعني شباط ده لحد نصه، يعني لحد 10 شباط ينفع زراعة قمح، بعد كده خلاص. بس فيه شروط لزراعة القمح، وفي أصناف معينة هي اللي هتتزرع، مش كل الأصناف تنفع تتزرع متأخرا، يعني مثلا زي اللي لسه طالعة دي. تمام يا جماعة، تمام. عشان نخش في الموضوع على طول، اللي عايز يزرع قمح متأخر، اللي لسه مزرعش وهيزرع في شهر يناير اللي هو احنا حاليا فيه، اللي هو شهر 1 أو الشهر الأول من الأشهر الميلادية أو كانون التاني، لحد شهر شباط اللي هو فبراير ومزرعش، ممكن كان هيزرع بطاطس، مستني كان هيزرع بطاطس مثلا والدنيا ما تيسرتش معاه وعايز يزرع قمح، ازرع مفيش أدنى مشكلة. احنا بنقول لك ازرع مفيش ادنى مشكله. تمام. اول حاجه نيجي على الاصناف اللي هنزرعها. في 4 اصناف لازم تزرع منهم، 4 اصناف مفيش غيرهم. اول صنف جيزه 171، وده احسن صنف. تمام، فيه مصر 4، فيه سخة 95. تمام، الصنف الرابع مش هنقوله لان ده ايه يعني، هيستبعده برضه، خلينا برضه حاسس احنا متاخرين قوي. خلينا في ال3 اصناف دول، مصر 4 باولهم الجيزه 171، ده افضل صنف في الاصناف اللي بتتاخر، ده من افضل الاصناف في الزراعه المتاخره، مفيش افضل من كده، الجيزه 171. تمام يا جماعه، تمام، وبعده سخة 95، وبعده مصر 4. طيب خلاص جبنا التقاوي. طيب عايزين نزرع، هنحرك الأرض طبعا وهنزحفها وهننعمها وهنحط فيها السماد البلدي، ولازم سماد بلدي، يا سماد مواشي يا سبلة، طبعا يا سبلة دواجن أو سبلة بط أو سبلة حمام أو أي حاجة. تمام، زرق دواجن أي حاجة. تمام، يبقى لازم نضيف سماد عضوي، لازم ولا بد نضيف سماد عضوي. بعد كده يعني بنضيف السماد العضوي، وبعد كده نحرث الارض ونزحفها وننعمها والكلام ده كله، وممكن ما نزرعهاش في احواض زي كده، دي زراعه احواض. تمام، اللي شايفينه ده قدامكم دي كله زراعه احواض، ممكن نزرعها مصاطب زي مثلا محصول البصل اللي هناك ده. تمام، ثانيه واحده معانا، او نقسمها يعني في الزراعه المتاخره دي يفضل ان نقسمها مصاطب. ليه؟ لانها تروى الرايات بتاعتها كلها في عز الشتاء، احنا داخلين على عز الشتاء، الشتاء هيجيب احسن ما عنده في الايام دي. تمام، هتقول لي يعني ايه احسن ما عنده؟ يعني مش انا مش قصدي الكلمه بمعناها، دي المصاطب يا جماعه المزروعه على البصل دي، تبقى مصاطب زي مصاطب البصل دي بالظبط، عشان اتحكم في الري، يعني اعرف اتحكم في الري واعرف ارويها ري هادي، ويعني ري ايه ما يغرقهاش قوي ولا يبقى قليل قوي. تمام، خلاص عملنا المصاطب او عملنا الاحواض وهنزرع. قبل الزراعة يا جماعة نضيف على البلاط شكارة نترات للفدان، شكارة ونص نترات او شكارة ونص يوريا. الشكارة ونص دي، الشكارة عندنا هنا في مصر 50 كيلو جرام من سماد النترات او من سماد اليوريا. تمام، الشكارة عندنا هنا في مصر قلت لكم 50 كيلو جرام. طيب نيجي اللي بعد كده، هتقول هنحطها على البلاط وهنزرع الغلة. هتحطها وهتزرع الغلة معاها عادي، هتقول طب مش لما نيجي نرمي مش هتعمل حاجة؟ لا مش هتعمل أي حاجة. تمام يا جماعة، تمام، هنزرع وبعد كده هنروي، روينا. بعد الري بقى يا جماعة، راية المحياة أقصى حاجة بعد من 21 ل 25 يوم إذا ما نزلش أمطار. في حالة إن نزل أمطار غزيرة
يبقى بعد 30 يوم رايه المحايه. رايه المحايه يا جماعه اللي هي تاني رايه بعد رايه الزراعه، يعني رمه التاوي، وبعد كده طلعت الميه عشان التاوي تطلع. رايه المحايه اللي هي تاني رايه على طول بعد رايه الزراعه. تمام. في رايه، ومع رايه المحايه هنضيف يا جماعه مع الميه 10 لتر حامض فسفوريك، ويفضل حامض الفسفوريك بتاع شركه ابو زعبل، وهنحط صورته على الشاشه دلوقتي له، حامض الفسفوريك بتاع شركه ابو زعبل المصريه، عشان كده قلتها دي شركه مساهمه، دي شركه مصريه، ده شركه وطنيه مصريه. طيب ده الحاجه اللي بعد كده. من 3 ل 4 كيلو جرام سوبر فوسفات، ده غير السوبر فوسفات اللي هنضيفه طبعا مع الزراعه. يعني احنا طبعا قلنا قبل ما نحرت هنحط السماد العضوي، بعدها هنحط السوبر فوسفات، بعدها نحرت ونحط السوبر فوسفات. مع السوبر فوسفات قلنا هنحط نص شكرا ونص يوريا مع الزراعه. تمام يا جماعه. تمام. برضو بقى في رايه المحياه هنحط من 3 ل 4 كيلو جرام سوبر فوسفات لزياده تنشيط الجذور، وما يتوصاش، يعني ما ينصحش ان احنا نضيف مبيد الحشائش مع اي مغذيات او اي حاجه، يعني ما ينصحش نخلط، يعني مفيش حد يخلط مبيد الحشائش مع اي رش تاني، مبيد الحشائش بترش لوحده للقمح. تمام يا جماعه. تمام. والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي عنده اي استفسار او اي سؤال يسيبه في التعليقات، واشكركم اشكركم اشكركم.